ايه التنفيذ. في مرحلة التنفيذ بيتم حساب التكلفة الفعلية بقى للمشروع بهدف الرقابة على التكلفة، كوست كنترول. بقى أنا عندي مصطلح جديد اسمه كوست كنترول، كل المصطلحات ديت لازم نكون إيه عارفينها وفاهمينها كويس جدا. كوست كنترول عشان المشروع ما يهربش مني، وأقدر لو في انحراف بسيط أو انحراف في مسار المشروع بقدر ألمه بسرعة. وبعد كده لو في مثلا دفعات مالية مستخلصات كل مثلا فترة زمنية بقدر إيه أقدمها للمالك. وبعد كده طبعا في النهاية خالص لما بنوصل لمرحلة إغلاق المشروع بوثق التكلفة بتاعتي عشان أستخدمها في المشاريع اللي هتبقى اللي زيها، يعني مشاريع المصرف في المستقبل. تمام. عندي بعد كده أنواع التكاليف. في عندي الدايركت كوست وعندي اندايركت كوست. الدايركت كوست ديت اللي هي أي تكلفة من غيرها مش هقدر أنفذ البند بتاعي. أي تكلفة مش من غيرها مش هقدر أنفذ الإيه البند بتاعي. زي مثلا الليبر، تكلفة العمالة، الماتيريال، الكوبلنس، السب كونتراكت. دولت الأربعة دولت ما بقدرش نهائي إن أنا إيه أنفذ أي بند. تمام؟ فعشان كده اسمه دايركت كوست، المصروفات اللي بدونها لا يمكن تنفيذ البند. بتتقسم لتكلفة المواد والعمالة والمعدات ومقاولي الباطن. تمام. عندي بعد كده تكلفة المواد. همسك واحدة واحدة بقى. تكلفة المواد ليه هبدأ بتكلفة المواد؟ لأنها أكبر عنصر وتعتبر العنصر الأساسي في حساب التكلفة، وأكبر يعني زي مثلا حديد تصليح، أو مثلا بعد كده لو عندي مثلا بند زي البواب بلاقي مثلا عندي الأسمنت والرمل ومش عارف إيه بتاخد، أو مثلا لو عندي مثلا صب خرسانة بلاقي الخرسانة الجاهزة بتاخد أكبر نسبة من البتاع، عشان كده هبدأ بيها. هي أكبر عنصر بتأثر تأخير التدريبات، كمان بتأثر تأخير التدريبات على أداء النشاط، مش بس سعر النشاط نفسه، لأ بيأثر تأخير التدريب نفسه على أداء النشاط. وأسعار المواد بالإضافة لخلاص تكلفة المرتبطة بيها زي تكلفة الشحن، الضرايب، معدلات التوريد، دولارات، طريقة البحث. ركز معايا عشان الموضوع دي بتبقى مهمة، وكل نقطة من النقط ديت بتبقى مؤثرة في الشغل اللي بعد كده. ولما نيجي للجدول بتاع حساب التكلفة ضروري جدا نكون فاهمين الكلام ده. عشان كده تبقى التكلفة بتبقى هي العنصر الأساسي لإيه؟ لحساب التكلفة، تكلفة المواد يعني قصدي. وبعد كده باخد في الحسبان هالك المواد، باخد في الحسبان هالك المواد وأنا بحسب إيه التكلفة زي ما هنشوف بعد كده. عندي 5 شروط لقبول المواد المورده. يعني لو انا عندي مواد مورده للموقع بقبلها ازاي؟ بقبلها بـ5 حاجات: الوقت اللي اتوردت فيه، لو الوقت اللي اتوردت فيه بعد الوقت اللي انا محدده او الوقت المحدد في العقد ارفضها. التكلفة لو هي اعلى من التكلفة، لو جاي لي فاتورة اعلى من التكلفة المحددة قبل كده او في العروض الاسعار ارفضها. لو عندي كمية أقل من الكمية اللي أنا محددها أو محددها في العرض ترفضها. الجودة، لو جودة المواد الموردة ماشي عندي أقل من الجودة المطلوبة برفضها. لو المورد الرئيسي بعت لي مورد غير معتمد عندي برفضه. تمام. مورد 5 شروط لقبول المواد الموردة: الوقت، التكلفة، الكمية، والجودة، والمواد. تمام؟
طيب عندي بعد كده تكلفة العمالة. تكلفة العمالة خلي بالك في نقطتين مهمين جدا. العمالة بالذات ديت من الحاجات المحيرة، لأن هي بتدخل في شقين، في شق الدايركت كوست والإندايركت كوست. أعرف إزاي إن العمالة ديت إن هي اللي هتخش معايا في تنفيذ البند مباشرة، تبقى عمالة أحطها على طول في الدايركت كوست. زي ما احنا عرفنا قبل كده، الدايركت كوست هو اللي هنقوم بتنفيذ، هو اللي بيقوم بتنفيذ البند مباشرة. كذلك تكلفة العمالة المباشرة هي اللي بتقوم بتنفيذ الايه البند مباشرة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندي نجار وحداد وسباك وكذا 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 وكذا، هم اللي بيقوموا بتنفيذ البند مباشرة، فده يعتبر تكلفة مباشرة. مثلا لو عندي مثلا مهندس موظف، مهندس مكتب فني كذا كذا، ده بيعتبر اندايركت كوست او تكلفه غير مباشره. خلاص، يبقى انا لازم افرق في العماله ما بين تكلفه العماله المباشره وتكلفه العماله غير المباشره. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، عشان بتفرق في حساب التكلفه زي ما هنشوف. طيب ما اعرفش اذا كنا حاطينه معدلات الانتاج ولا لا، بس شوفوا كده الجداول اللي موجود عندنا اللي احنا حاطينه في الملفات بتاعتي. لو ما فيش معدلات الانتاج انا في طبعا ايه معدلات الانتاج موجوده متوفره على المواقع. لا، معدلات اه الانتاج مش حتى ظاهرة الحاجات يا باشمهندس، يا ريت اللي موجوده على لما الجروب. يطلع. اتمنى حضرتك ترفعها عشان هي مش موجودة على الجروب. لا كتابة الشركة. خلي بالك بقى في نقطتين برضو، حتى العمالة نفسها، العمالة اللي هي معانا في نقطتين. لو هو هيشتغل بشكل مباشر بالبند، بحسب معدل الإنتاج بتاعي من خلاله، أو من خلال معدل الإنتاج بتاعي بحسب الإيه؟ بحسب الشغل بتاعه. بس في نقطة، لو الراتب بتاع معدل الإنتاج أعلى من الراتب، لو معدل الإنتاج اللي هيديني التكلفة أعلى من الراتب، ها؟ يبقى كده مفيش مشكلة. إنما لو العكس، لا، يبقى أنا كده إيه، في مشكلة عندي. يا إما حاجة من الاتنين، يا إما بعوضها مثلا في تكلفة غير مباشرة، بضيفها مثلا كرواتب، أو بشوف. خلي بالك لو انا حطيت لو انا حطيت بند التكلفه المباشره، حطها تكلفه العماله المباشره، حطيتها مثلا في الكوست، اخصمها من الراتب. ماشي، لو حطيت جزء من الراتب في التكلفه الغير مباشره كموظف، اخصمه من الانتاجيه، من انتاجيه العمل. كده كده لازم احط بند العماله وانا بحسب المشروع. طيب بعد كده في عوامل محددة تحطها ك indirect cost، زي مثلا الضرائب على الرواتب، زي ما التأمينات، المعاشات، التدريب، الإجازات المدفوعة، كل دي بتكون ضمن التكلفة الغير عندي بقى الجدول المشهور جدا ده، أو الجداول اللي هي بتاعت المعدلات الإنتاجية ديت. خلي بالك المعدلات الإنتاجية بتبقى مختلفة من شركة للتانية، من مكان للتاني، على حسب كتيرة جدا، وما بتبقاش المعدلات واحدة في الغالب. فديت لازم نراعيها واحنا ايه، واحنا شغالين. ماشي، معدلات هي بتختلف من مكان لآخر، يعني من مكان للتاني، على حسب طبيعة، باشمهندس هاني حضرتك سامعني؟ حسب مثلا فروقات درجات الحرارة. ألو،
بلاقي إن مثلا في البلاد الباردة ماشي بتختلف عن البلاد الحارة، معدلات مثلا مصر بتختلف عن معدلات السعودية، مصر بتختلف عن معدلات السويد، بتختلف عن معدلات أمريكا. فكل دولة بتعمل معدلات الإنتاج الخاصة بيها، كل شركة نفسها مختلفة عن التانية في حسابات، أو بتبقى قريبة منها يعني في حسابات الإيه؟ البرودكتيفيتي ريتس، معدلات الإنتاجية، سواء للعمالة سواء للآلات برضه. خلاص، ومعدلات المعدات دي بتبقى مختلفة بشكل كبير. فإحنا بنعتمد على الكتالوجات الخاصة بالمعدات ماشي في تحديد الإيه إنتاجية المواد، بنعتمد على كتالوجات الشركات في تحديد الإيه معدلات الإنتاجية. دايما كده، خلي بالك من النقطتين دول وركز معايا جدا في المواضيع دي. خلصنا النقطة دي، أنا عايزك بس تبص على الجداول بتاعت البرودكتيفيتي ريتس اللي هي موجودة مثلا عندك، مثلا محملة على الكمبيوتر أو محملة في المواقع أو تحملها، أو أنا بعت حاجة مثلا بص عليها، مش متذكر ماشي. عندي بعد كده تكلفة المعدات، بيتم تقدير تكلفة المعدة في المشروع بطريقة مشابهة لطريقة لتكلفة العمالة، بستخدم معدل الإنتاج في الساعة أو تكلفة الإيه الواحدة. بالنسبة للمشاريع الكبيرة بيبقى المعدة بتبقى ملك للشركة، فبحسب حاجة اسمها قيمة الإهمال ديليشن كوست، وغالبا بيتم حسابها عن طريق سعر الشراء مقسوم على فترة الإهلاك. فترة الإهلاك دي بتبقى محددة مثلا سواء بجداول أو عن طريق الضرايب أو كذا. تكلفة بالإضافة لتكلفة تشغيل المواد، يعني وقود الزيوت والصيانة وقطاع الغيار، ويجي كمان السواق بتاع المواد. سواء المواد لو أنا حسبته التكلفة غير مباشرة ما بحسبوش في الاوبريشن كوست، لو حسبته تكلفة مباشرة ماشي ضمن تكلفة العمالة ما بحسبوش ضمن تكلفة التشغيل. فلازم أراعي النقطة دي، مهمة جدا جدا. التكاليف بتاعة العمالة دي بتبقى مهمة أوي، عشان ما أكررش التكاليف معايا في كذا إيه كذا بقى ماشي. طيب لو أنا بقى أجرت معدة لفترة طويلة أو فترة قصيرة، بستخدم معدل الإيجار لحساب تكلفة المعدة بالإضافة لأي مصاريف تانية. يعني مثلا لو عندي حطيت مثلا زيت، أو هحط مثلا وقود، بحسب الحاجات دي، أو مثلا إكراميات للسواق بتتحسب، كل الحاجات دي بحسبها ماشي. في بقى بيبقى ليها دات أو كده، بيبقى ليها طريقة تانية غير حساب التكلفة اللي هي بتبقى في الساعة، زي شدات الخرسانة، سابقة تصاعد المدخل. كده بحفظ التكاليف الخاصة بكل معدة والسجلات، برجع ليها بعد كده عشان لو قدرت تكلفة أو معدل الإنتاج، بتبقى عندي السجلات الخاصة بإيه كل معدة. بعد كده عندي تكلفة مقاولي الباطن، سب كونتراكتور كوست. لو بطرح الأعمال لسب كونتراكتور تنفيذ بعض بنود الأعمال بخصوصها، يعني بحسب تكلفة كل
كل بند من كل مقاوم بحطه ضمن الايه تكلفة اللي هو أحيانا بيكون عندهم تسهيلات زي مثلا بوفر ونش مثلا من أول البياض اللي هو مثلا العمالة كنت بتخدم عليه بنقله مثلا من الرمل بنقله بس كده يعني أي تسهيلات بقدمها للمقاول من الباطن بتتحط ضمن التكلفة ضمن تكلفة مقاول الباطن. خلي بالك أنا ما بحسبش الشغل اللي بيقوم بيه مقاول الباطن، أنا بخلي مقاول الباطن هو اللي يحسب شغله وبيقدم عروض أسعار، وبعد كده العروض الأسعار دي بحطها في الإيه؟ بحطها على طول أو بحط نسبة بحط لها بعد كده التكاليف بتاعتها زائد الإيه؟ زائد الـ زائد الـ المارك اب بتاعي. بعد كده عندي التكلفة الغير مباشرة، أي تكاليف بحتاجها بس مش بتندرج تحت مسمى التكاليف المباشرة بحطها ضمن التكاليف الغير مباشرة على طول. يعني مثلا عندي تكلفة الموقع بقسمها لتكلفة الموقع وبتقسم لتكلفة إدارة الشركة. تكلفة الموقع بتشمل مثلا قدوم مهندسين المدير وتجهيز وإخلاء الموقع وتقديم المشروع والإسعاف والأسوار والعلامات والاختبارات والأعمال المساحية اللي هي الموبلايزيشن اللي احنا قلنا عليها خالص في البداية. لما حطينا ال WBS بتاعه بتكون نسبتها مثلا من حدود 5 ل 15% من التكلفة، 5 ل 15% من التكلفة. ناس التكلفة بالتفصيل بعد كده إن شاء الله يبقى. بعد كده عندي تكلفة الإدارة بتاعت الشركة، المصروفات العامة زي مثلا إدارة المكتب، التأمين، المرافق، التجهيزات المكتبية. بس خلي بالك إدارة الشركة بتتقسم على مش الشركة، إدارة الموقع بتتقسم على الموقع نفسه. ماشي، دي حاجة تحزن بقى. إدارة الموقع بتبقى الموقع لما تكلفته بتتقسم النقطة دي. ماشي ماشي طيب. عندي بعد كده مثلا التكلفة بتبقى في حدود 2 بتمن حجم العمل في السنة لكافة المشروع، لكافة مشروع لو مقاول لسه جديد في الشغلانة بتبقى يعني لو المشروع كبير بتبقى صعب جدا إن هو إيه يحمل التكاليف ديت عليه عشان ممكن يخسر إيه الشغلانة. لو مقاول قديم يبقى عنده كذا مشروع فبيحمل التكاليف ديت على المشاريع كلها ومبيخسرش معاه. إنما كده كده كل المقاولين تكلفة الشراء على المشروع نفسه، التكلفة بتتحمل على كذا مشروع. بعد كده عندي الضرايب والتكوين وهامش الربح، دي بتبقى لوحدها. ليه بقى؟ زي ما احنا هنحسب التكاليف ديت هنحسبها بعد كده في الايه واحنا بنحسب الاندايركت كوست، هنشوف ازاي بتحسب الموضوع ده كله ان شاء الله. الضرايب بيتم دفعها على المصروفات اللي بيصرفها من الاول على الايه على الترتيب.
المعتاد ان هي بتتحسب كنسبة من اجمالي التكلفة، اجمالي التكلفة يعني الدايركت كوست والاندايركت كوست كمان، خلاص الضرايب نفسها. ربح المشروع ده مهم جدا جدا جدا، لان هو ده اللي واللي بيفرق مشروع، هل مثلا المشروع ده هيقدر ياخد المقاول ولا لا، هو ربح المشروع ليس من كل تقريبا الشركة نفس الحسابات. اللي يفرق الأول عن التاني هو ربح المشروع. ليه؟ لأن هو ده اللي بيمثل الحد الخاص في رفع قيمة الربح عشان أوصل لأعلى عائد أو أخفض قيمته. إمتى بقى لو أنا مثلا شايف إن مفيش قيمة الربح عشان أقدر العائد هيوصل؟ لو مثلا لو لقيت كذا منافس لا ببدأ أقلل شوية، لو لقيت حجم الأعمال كبير بقلل أكتر. يعني مثلا لو المشروع 500 مليون غير مشروع بخمسة، بس لو المشروع 500 ألف برفع الربح بتاعي عشان أقدر أعوض بإيه مخاطر أو أعوض مثلا العائد بتاعي. لو مشروع كبير 500 مليون خفض العائد بتاعه، يعني كده كده العائد بتاعي هيعوض العائد، هيعوض كمان المخاطر بتاعتي. نسبة المخاطر دي مهمة جدا 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 عشان برضو بتأثر على عندي نسبة الربح تتوقف على حجم المشروع مستندات العقد تقييم مقاول للمقر رغبة المقاول في الحصول على المشروع. تعال بقى النقطة المهمة جدا وركزوا معايا، سيبك من الكتاب هبدأ أكتر مهمة، لأن هي ده النقطة جدا جدا. تحليل تكلفة الأعمال. أنا دلوقتي كمقاول مش كمالك بقى أو كده، عايز أحلل السعر بتاعي عشان أقدم العطاء بتاعي. ده النقطة اللي تبقى الفرق بتاعي، واللي لازم أبدأ الأول أعرف الكميات المشروع بتاعتي. هتبقى بعمل حاجة اسمها الريفايزد بي أو كيو، يعني بعمل حصر كميات غير المقدمهولي المالك، بشوف كميات الحقيقية عندي شكلها عامل ازاي علشان أقدر بعد كده أشوف التكلفة بتاعتي، هل الكميات ديت لو أنا وزعت التكلفة على البند بعد كده هتبقى عاملة ازاي. طيب انا هفتح شيت الاكسل معايا، ده التاسك مين اللي هو هطلبه منكم ان شاء الله. هيبقى انا هل تكلفة المباشرة جدا جدا، هعمل ده ازاي و هبدأ عاملة ازاي؟ اشتري اتسلم كده. على فكرة ممكن ما يكونش كل المستويات اللي انا بطلبها، علشان كده ايه ركز جدا في الايه بيتعمل ازاي.